كنا دايما عم نتساءل ليه ما بيوصلنا الا افلام دراما اجتماعيه او كوميديا تجاريه، مثلا نقول ليه ما بيوصلنا افلام رعب، افلام خيال علمي، افلام فانتازيا. مهرجان مسكون بلشناه بال 2016 وكان شوي مفاجأة للناس لأنه ما فهموا ليه في مهرجان مخصص بأفلام الرعب، وأخذنا وقت لفسرنا لهم إنه هذا منه مهرجان بس لأفلام الرعب، هو لأنماط عديدة مثل الفانتازيا، خيال علمي، تشويق، ثريلر، أكشن، حتى الكوميديا السوداء. هو الفكرة كانت إنه نعرض حيلا فيلم بيخرج من الواقع. ليه ما منعمل مهرجان منفرجي أفلام منا بالضرورة أفلام رديئة أو تجارية، بس هي فيها تكون أفلام تلحق سينما المؤلف، وهالأفلام بداية تاريخ السينما معروفة إنها بتوصل لجمهور واسع، بتقدر تخبر عن وقائع اجتماعية أو سياسية بالباكراوند. بالأول يعني كان الجمهور تبعنا صغير، بس ناس اللي اجت كانت كتير متحمسة لأنه كانت بتحب هيدي الأنماط وحبت أنه في مهرجان عم بيعرض أفلام منا هوليوودية. يعني كان في أفلام كان فيها مثلاً تنعمل بلبنان أو تنعمل بالعالم العربي. كنا عم نبحث على أفلام عربية تلحق هالأنماط، واكتشفنا أنها قليلة وما كتير بتنعمل، وصار شوي مثل أهداف تبع مهرجاننا أنه نلاقي هالأفلام ونجرب نلاقي المخرجين اللي عم بيشتغلوا على أفلام بتلحق هالأنماط وأنه نسوقهم. هول الأفلام تقدر تخبر أشياء أوقات الرقابة ما بتسمحها أو أوقات بتكون تقيلة على الجمهور بطريقة مباشرة، وشوي شوي عم بتزيد وعم بتروح على مهرجانات عالمية كبيرة. مثل فيلم الجزائري أبو ليلى اللي بيحكي عن الأحداث اللي صارت بالجزائر وبيخبر التروما اللي عاشوها الأشخاص اللي قطعوا بهالأحداث بس عبر طريقة شوي سوريالية. بتحوص على هذا؟ أو فيلم قنديل للمخرج داميان أونوري اللي بيحكي عن التحرش الجنسي. فاكر بفيلم أشكال للمخرج يوسف الشابي، دوز محروقين في نفس الحومة في ضرب جمعة وتقولي ما عندهم حتى علاقة ببعضهم، عن ناس عم بيموتوا بطريقة غريبة، عم بيولعوا، وبيحكي فيه عن الفساد تبع المجتمع، الفساد بقلب البوليس، بس كله بطريقة يعني قصة تحرية عم بتجرب تفهم هيدي الحادثة الغريبة وين الناس عم بيموتوا. صار في كتير أفلام قصيرة هيك ديستوبيا بتخبر عن دولة فارطة، عن ناس خايفة، عن نظام ديكتاتوري. حتى كان في فيلم عن طلع فيه وحش من الزبالة. هيدا الشيء خلينا نشوف كمان المخرجين اللبنانية كيف عم بيشوفوا الواقع اللبناني وكيف عم بيحولوه لشيء ما بتلحقوا الرقابة لأنه ما عم بيحكوا عن اليوم. ومن الأول بلشنا حوارات مسكون وين كنا نعزم المخرجين أو ناس اشتغلوا على هالأفلام ونحكي عن كيف واحد يعمل أفلام من جار أو حتى كيف واحد بيفكر فيها. صرنا عم نكتشف مخرجين ما عم بيلاقوا مكان يقدروا يعرضوا أفلامهم بالعالم العربي، بس كان المهرجانات العربية ما بتقبض هالأنماط جدياً، فصار المهرجان مسكون مع أنه مهرجان كتير صغير مكان لكل هالناس اللي عم تعمل سينما عربية مختلفة ولها الناس تستمع وأوقات حتى تشتغل مع بعضها. This is really bad. This is really really bad. نحنا كل سنة منقول إنه حتى لو بدنا نعمل شيء صغير أحسن نعمل شيء من إنه ما نعمل شيء. فنحنا كل الوقت عم نفكر كيف هذا المهرجان بده يضل عايش وكيف بدنا نقدر حتى بشيء صغير نقدر نعمل شيء يكون عليه له أثر أو تأثير. السنة كانوا ميزانيتنا ضئيلة بس قدرنا نحصل على ضيف كبير اللي هو ليوس كاراكس، فنحن بالفعل عنا 3 ضيوف بس وثلاث عروض أفلام. بس بتخيل تأثير وجود ليوس كاراكس بلبنان كبير لأنه هو مخرج يعني له عنده محبين كتير.